لي الفيرزلي ليك شو عم قله؟ عم قله انا مودع ما تمضي على الكابيتال كنترول، قام دعس على السيارة البنزين وليك شو عمل بايدي؟ هيدا واحد وسخ، هيدا من عصابة المصارف، هيدا ابن كلب. فإذا هيدا الكابيتال كنترول يلي إلي الفيرزلي واللجان عم بيحاولوا يهربوا تهريبة هو بس لحماية المصارف من الدعاوى القضائية، نحن امبارح كنا موجودين واليوم نجحنا بتعطيل نصاب اللجان ورح نكون موجودين بأي وقت بيحاولوا يشرعوا قانون السرقات وقانون تشريع السرقات يلي صارت طيلة 30 سنة لليوم. نحن بوضعنا قلنا سنتين ونص بلا كابيتال كنترول، يعني يلي صار انه كل حدا ذو نفوذ هرب مصرياته لبرا وما بقى في كابيتال تينعمل عليه كنترول، فالكابيتال كنترول هيدي لا توجد اليوم بوضعنا الحالي. هالولاد حرام جوا سرقوا جنى عمر الناس.